أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن إمامنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المبارك الذي هو اللقاء الأول على هذه القناة المباركة لبرنامجكم بيت في الجنة. ذلكم البرنامج الذي أعددناه خصيصا من أجل خدمة أفضل البقاع وأحب البلاد إلى الله جل جلاله، إنها المساجد، من أجل خدمة كل راكع وكل ساجد أعددنا هذا البرنامج المبارك، وأيضا من أجل الحالات الإنسانية التي تتوافد كل يوم عبر جمعية رعاية المعاقين الخيرية بمركز ومدينة الجمالية محافظة الدقهلية. فالله أسأل أن ينفع بهذا البرنامج الإسلام والمسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، بفضل الله تبارك وتعالى هذا البرنامج تابع لجمعية رعاية المعاقين الخيرية بمركز ومدينة الجمالية محافظة الدقهلية. الجمعية بفضل الله تبارك وتعالى تكفل مساكين وأرامل وفقراء على نطاق جمهورية مصر العربية كاملة بفضل تبارك وتعالى، وليست محاصرة في قرية أو في مركز أو في محافظة، بل نطاق الجمعية بفضل تبارك وتعالى على مستوى جمهورية مصر العربية قاطبة بفضل تبارك وتعالى. الجمعية لها متطلبات في دخول فصل الشتاء في هذا الوقت. بنقول الجمعية لديها أكثر من 50 منزل يطلبون في هذه الأونة التي نحن قادمين عليها إن شاء الله تبارك وتعالى مشمعات الشتاء، وعندنا أكثر من 3000 فقير محتاجين لهم بطاطين بفضل تبارك وتعالى. إن شاء الله تبارك وتعالى هنشوف مشاهد المنازل دي مع بعض بفضل تبارك وتعالى، وهنشوف قد ايه الفقراء المساكين لما البيوت بتاعتهم مسقوفه بقش الارز وبالبوص وببعض الاخشاب المتاكله، لما تنزل مياه الامطار على هذه المنازل كما حضراتكم تشاهدون الان فضل الواحد المنان سبحانه وتعالى. هذه مشمعات الشتاء فوق المنازل بفضل تبارك وتعالى. ده ارشيف من الاعوام الماضيه، ودي مشمعات الشتاء البلاستيك اللي بنسقف بها الأماكن أو البيوت اللي بتكون مسقوفة بقش الأرز وببعض الأخشاب المتهالكة المتآكلة، وأيضا بالبوص أو نبات البوص كما هو معلوم لديكم، لأن أصحاب هذه البيوت عاجزين لشدة فقرهم، عاجزين أن يسقف بيتهم أو يسقفوا بيوتهم بالصبة أو الخرسانات أو ما كان على شاكلة ذلك مما يعلمه القاصي والداني. أقول أيها الإخوة الكرام، لدينا أكثر من 50 منزل، تكلفة تغطية المنزل الواحد 1000 جنيه. أخوانا 1000 جنيه ده تمن تغطية المنزل الواحد. فمن يا ترى من أهل الخير الذين يشاهدونني عبر هذا البرنامج المبارك وعبر هذه الشاشة الطيبة يقف بجانب إخوانه في شتى محافظات مصر بفضل الله تبارك وتعالى لكي نقوم بتغطية هذه المنازل التي تقدمت إلينا حتى الساعة حوالي أكثر من 50 منزل. الله أعلم لما يجي فصل الشتاء وندخل فصل الشتاء كم يتقدم لجمعية رعاية المعاقين من المنازل التي تحتاج للتغطية. بنقول 1000 جنيه واحد تمن تغطية بيت، تمن تغطية بيت، و100 جنيه هي تمن البطانية اللي بيحملها بياخدها الفقير يواري بها جسده من برد الشتاء، من شدة البرد في هذه
الأيام القادمة بفضل الله تبارك وتعالى. هذا ما كان بخصوص متطلبات الجمعية في فصل الشتاء. بنقول محتاجين لأكثر من 50 بيت، فيا ترى من أهل الخير اللي مستعد يشارك ببيت أو بأكثر أو بأقل؟ مستعد تشارك بثمن بطانية أو بأكثر أو بأقل؟ هذه أرقام إخوانكم ظاهرة واضحة على هذه الشاشة المباركة، فلا تبخلوا على أنفسكم ولا تتأخروا عن هذا الخير العظيم المبارك، جزاكم الله عن إخوانكم خير الجزاء. نعود أيها الإخوة الكرام إلى يعني الهدف الرئيسي الذي من أجله أقمنا هذا البرنامج الطيب المبارك، ألا وهي المساجد. النبي يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني على قدر عش عصفور، بنى الله له بيتا في الجنة من صنعه جل جلاله، بيت في جنة الله تبارك وتعالى من صنعه، مجرد أن تشارك وأن تساهم في بيت يعبد فيه الله تبارك وتعالى، يصلى فيه لله، يركع ويسجد فيه لله تبارك وتعالى، يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى، يقرأ فيه القرآن، يصلى فيه على النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يدعى فيه إلى الله ويبلغ فيها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي الأعمال وغيرها من الأعمال الكثيرة التي تكون في المساجد. أول مسجد معنا اليوم في هذا اللقاء المبارك هو مسجد أو جامع البيت المعمور، جامع البيت المعمور مدينة السادات محافظة المنوفية. إيه اللي بطلبه المسجد وإيه اللي عايزه المسجد؟ يا ريت الإخوة يكونوا جاهزين بيه إن شاء الله تبارك تعالى ويبلغوني بذلك بفضل تبارك تعالى، نحن نخرج أو نطلع للمسجد أو ننتظر قليلا بفضل تبارك تعالى. هنطلع المسجد جاهز بفضل تبارك تعالى، نطلع نشوف المسجد ولنا عودة بفضل الله تبارك وتعالى. واقفين في مبنى مسجد جديد، انشاء جديد يتبع مدينة السادات محافظة المنوفية. المسجد في المنطقة 24، المنطقة 24 ما فيهاش مساجد نهائي قائمة، والمسجد ده هو بيبعد عن أقرب مسجد له بحوالي 3 كيلو. عدد المواطنين اللي بيعانوا في المرواح والمجيء للمساجد حوالي 6000 او 7000 قائمين في المنطقه 24، فاحنا في شده الحاجه الى استكمال مبنى المسجد. والمسجد دهوت احنا بنيناه بجهود ذاتيه، لغايه ما وقفنا على العمدان، محتاجين السقف. وبعد السقف احنا في حاجه جديده الى تشطيب، والتشطيب محتاج إلى مبالغ عالية، فيعني نرجو من أهل الخير إنهم يساعدونا أو الدل الخير كفاعله يقدروا يوجهونا الناس اللي ساعدنا، وجزاهم الله خيرا في إتمام بناء هذا المسجد العظيم. أهالي الخير ساعدونا في بناء هذا المسجد. هذا المسجد لله وليس لأحد، وهو إن شاء الله أي أحد يساعدنا في بناء هذا المسجد فهو في ميزان حسناته إلى يوم القيامة، ويجعله إن شاء الله في ميزان حسناته في الجنة بإذن الله. أي أموال، أي حديد، أي أسمنت، أي لو كلمة طيبة إن شاء الله تكون برضو في ميزان حسنات الشخص اللي هيقولها بإذن الله. وشجعونا لفعل الخير وعونونا على فعل الخير. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير عنا وعنكم إن شاء الله. بالنسبة طبعا المنطقة 24 فيها في حدود 860 قطعة، وحاليا 860 قطعة بدون مسجد، وإحنا حاليا بنصلي في المنطقة 24 في بدروم أو اثنين لحد ما بإذن الله يستكمل هذا البناء العظيم. إحنا عارفين طبعا المنطقة 24 في مدينة السادات منطقة لسه جديدة، والحمد لله فضل المولى عز وجل بدأت الإنشاءات فيها على مدد كبير، وبسم الله ما شاء الله يعني المنطقة فيها أكثر من نص السكان، فالعدد كتير خالص في المنطقة. وطبعا المشكلة إن مفيش مسجد خالص، حتى كمان المساجد اللي هي في البدروم لا تسع بالمصلين، وبيجي لها كمان اغلاق من الجهاز، لان الحاجات دي او البدرومات دي غير مصرحه قانونيا. وزي ما احنا شايفين القائمين على الخير على عمل الخير الحمد لله بفضل المولى عز وجل، انهم سعهم كتير وتعبهم كتير واستخرجوا من التصريح بتاعه المسجد، والحمد لله بفضل المولى عز وجل عمل المجهود العظيم ده هو من الانشاءات اللي احنا شايفينها طبعا في المسجد بفضل المولى عز وجل. وان شاء الله بقى نامل من اهل الخير
انهم يساعدونا في استكمال المسجد. فضل الله عز وجل يكون صرح عظيم يقبل بالمصلين ويرفع عنا شق المعاناه والذهاب للمساجد البعيده. وبعض الناس برضه بتتعلم ان بعيده مش موجود جنبها مساجد خالص وما تعرفش تروح تصلي في المسجد. وجزاكم الله عنا وعلى المسلمين كله خير ان شاء الله. مساحه المسجد 1000 متر المساحه الاجماليه، ومساحه صافي المسجد 300 متر، وبالاضافه ان في مضه للوضوء. وبرضه احنا بنسعى ان شاء الله ان احنا نعمل مصلى للسيدات، لان طبعا لنا اهالينا وزوجاتنا وامهاتنا برضه بيبقوا نفسهم يصلوا في المسجد. ف احنا نتمنى من اهل الخير ان يقفوا جنبنا لحد ما نكمل المسجد ده، مش مجرد بس السقف، احنا عشمنا فيهم كبير ان شاء الله ان يفضلوا معانا لحد ما نشطب المسجد ولحد ما نبني، وان شاء الله نطلع من المسجد ده برضو نبني مساجد تانية بحيث المنطقة ال 24 تبقى مكتملة من ناحية النواحي الدينية والنواحي الاجتماعية ان شاء الله بإذن الله. ولكم جزيل الشكر. طبعا الناس اللي قائمة على العمل ده بذلت مجهود كبير في عمل مجمعة المبالغ اللي اقامت البناء ده، واحنا فعلا دلوقتي وقفنا والناس بتلف على المساجد وبتلف في كل مكان علشان تجمع اي مبالغ نكمل بها المسجد اللي الناس محتاجة تصلي فيه، اللي المنطقة كلها محتاجة مسجد تصلي فيه. اظن مسجد واحد في منطقة كبيرة زي دي مش كتير خالص عليها، مش كتير ان مسجد زي ده لحد دلوقتي مش عارفين نبنيه، بقالنا مطلعين ترخيص بقالنا سنتين اتنين بنبني فيه دلوقتي، بدأنا مباني فيه يعني بقالنا دلوقتي اكتر دخل قربنا ندخل على سنة، وكل فترة نجيب قرشين نلم قرشين نعمل بهم حاجة ونقف، نعمل بهم حاجة ونقف، نعمل بهم حاجة ونقف. احنا عايزين اهل الخير اللي بيدور على الصدقة الصدقة الجارية اللي لن تنقطع لا بموته ولا بموت أولاده، ولا هي موجودة في المساجد. فالبناء ده فعلا الناس الأهالي قدموا كل اللي عندهم وما عادش عندهم طاقة تاني انهم يعملوا اكتر من كده. فيعني احنا كنا نتمنى في رمضان اللي فات ده ان احنا نصلي في المسجد وما عرفناش، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نتمنى في رمضان اللي جاي نكون ربنا كرمنا ونعرفنا نصلي في المسجد ده، وحتى عشان الاولاد يصلوا احنا بنصلي فعلا في بدروم صغير ما بيسعش اي حد. احنا عندنا هنا النساء والبنات محرومين من الصلاه تماما في المساجد بسبب ان مفيش مكان. فاهل الخير محتاجين فلوس ومحتاجين نكمل المباني ومحتاجين نعمل الميضه ومحتاجين نشطب المسجد. ف بنقول لهم يعني مسجد في منطقة سكنية بتضم أكتر أو قرابة 1000 أسرة مش كتير عليهم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنهم يسمعونا ويكون لنا يعني إيه رد فعل كويس وإن إحنا ننجز إن شاء الله في موضوع بناء المسجد هذا. جزاكم الله خيرا. عود حميد مجيد أيها الأحباب الكرام، بعدما شاهدتم هذا المسجد وهذا الصرح المبارك أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى فعل الخير، اللهم أمين رب العالمين. مسجد أو جامع البيت المعمور، جامع البيت المعمور، هناك فرق بين المسجد والجامع. الجامع الذي يجمع الناس بفضل تبارك وتعالى ويكون فيه الصلوات الخمس والجمعة والعيدين والجنازات وما كان على شاكلة ذلك، فيه الصلوات التي تجمع الناس الصلوات الكبيرة بفضل تبارك وتعالى مثل الجمعة والعيدين والجنائز وما كان على شاكلة ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. جامع البيت المعمور منطقة السكنية 24 مدينة السادات محافظة المنوفية بفضل الله تبارك وتعالى. المكان يقع في كثافة سكانية عالية جدا بفضل الله تبارك وتعالى، هدية من الله سبحانه وتعالى وفرصة عظيمة بين يديكم أيها الأحباب الكرام، فلا تتأخروا عن هذا الخير ولا عن هذا الزاد الذي يجب أن يتزود الإنسان به إلى لقاء الله تبارك وتعالى. الإخوة يذكروا أن المسجد يقع في كثافة سكانية ما شاء الله، وحضراتكم شفتوا المباني، شفتوا المباني اللي حوالين المسجد واللي بيقع فيها المسجد بفضل الله تبارك وتعالى. المسجد موجود في كثافة سكانية ما شاء الله، كل الناس اللي حضراتكم شفتوها وتابعتوها في التقرير وشفتوا المساكن دي، المساكن دي على فكرة مساكن يعني ليست
ناس مجرد ان حد يشوفها كده على الشاشه يقول الناس دي ما شاء الله بنت المساكن دي وبنت يعني العمارات اللي بنشوفها على التلفزيون دلوقتي او على الشاشه يقدروا يبنوا مسجد. احنا بنقول يا اخواننا كل المساكن اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي على الشاشه اهلها بفضل الله تبارك وتعالى، يعني من الاسكان الاجتماعي بفضل تبارك وتعالى، الناس بتروح تقدم وبيدفع مثلا مقدم وكل شهر بيدفع قسط علشان يستلم شقته بفضل الله تبارك وتعالى. يعني الناس موظفة بتستنى نهاية الشهر، نهاية كل شهر بيقبض المرتب بتاعه ويذهب لدفع الأقساط وما كان على شكل ذلك. يعني الناس فقراء، الناس يعني المرتبات بتاعتهم على قد الإيجار أو على قد عفوا القسط اللي بيدفعه وعلى قد المأكل والملبس والمشرب وما كان على شاكلة ذلك. فأسأل الله تبارك تعالى أن نتقبل منهم جزاهم الله كل خير أن هم وقفوا المسجد على مرحلة الصبة يشكروا. الناس دي بتصلي يا أخوانا في مكان في بدروم تحت عمارة، الناس دي الكثافة السكانية اللي حضراتكم شفتوها بيقولوا أقرب مسجد لهم على بعد 3 كيلو. يعني الواحد علشان يصلي الجمعة بيمشي 3 كيلو أو يركب مواصلة علشان يذهب إلى المسجد الجامع اللي فيه صلاة الجمعة. الناس دي بتصلي بدون ترخيص وهم مهددون إن ما ينفعش أصلا يصلوا في مكان غير مرخص وغير مصرح به من وزارة الأوقاف المصرية. فالناس دي في خطر ويعني في مأساة عظيمة. فنرجو من الله تبارك تعالى ثم من إخواننا أهل الخير الذين يشاهدونني الآن بفضل الله الواحد المنان على هذه الشاشة المباركة أن يشاركوا بكل ما يعني يستطيعون عليه. قدم لنفسك عند الله تبارك وتعالى وشاركي أخيتي وأختي في الله، شارك باللي ربنا تبارك وتعالى أدرك عليه. أي عمل خير يوضع أمامك وبين يديك يعني أوصيك وأوصي نفسي أولا ألا يكون هذا العمل عليك حجة ولكن ليكن لك زاد عند الله تبارك وتعالى. شارك وساهم بالربنا تبارك وتعالى أدرك عليه حتى ولو بقدر مثلا طن حديد أو طن أسمنت. تصل الآن على الإخوة في الكنترول فضل الله تبارك وتعالى عبر هذه الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة واسأل كم يحتاج المسجد لحديد وشارك بقدر طن حديد أو بقدر طن أسمنت أو شارك بتمن الزلط أو الرمل أو ما كان على شاكلة ذلك أو بأجر المصنعية والعمال. شارك فنحن نعلم أجر المرأة التي شاركت في بحجر في مسجد رأت بيت في جنة الله تبارك وتعالى في منامها وبشرت وهي على قيد الحياة، ذلك لأنها شاركت بحجر واحد في بيت الله تبارك وتعالى. شارككم يا أخوانا ده فرصة بنضع أمامكم بفضل تبارك وتعالى. ربما أنت قادر النهاردة تستطيع بفضل تبارك وتعالى. كثير من الناس يسوف يقول إن شاء الله تبارك وتعالى في الأيام القادمة سوف أشارك وسوف أتبرع بفضل تبارك وتعالى، ولكن الله أعلم أنت النهاردة تقدر تشارك، الله أعلم غدا ماذا سيفعل بك وماذا يكتب القدر لي ولك. أسأل تبارك وتعالى أن يحسن مستقبلنا جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يكتب لي ولكم الخير حيث كان، اللهم أمين يا رب العالمين. هذا ما كان بخصوص مسجد أو جامع البيت المعمور. محتاجين نصب المسجد يا أخوان، محتاجين نصب المسجد. حضراتكم شفتوا المسجد واقف على الجدران والعمدان، عايزين نصب المسجد بفضل الله تبارك وتعالى. فنتعاون كما أمرنا الله جل جلاله بذلك، فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كم من مجالس يجتمع أهلها الآن لكي يتعاونون على معصية الله تبارك وتعالى، لكن بفضل الله تبارك وتعالى علينا وعليكم أن جمعنا في هذه اللحظة على هذه الشاشة لكي نتعاون ونتشاور ولنتفكر كيف يكون بيت الله تبارك وتعالى بيت الله مصبوب قبل دخول فصل الشتاء. قبل دخول فصل الشتاء نستر بيت الله تبارك وتعالى بالصبة حتى يكون ذلك سببا في ستر الله جل جلاله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، اللهم أمين رب العالمين. تعاونوا أيها الإخوة الكرام، نتعاون على هذا البر وعلى هذا العمل الخير كما أمر الله جل جلاله. فنرى أخ مبارك يشارك
يعني بما يستطيع، وهذه الأخت تشارك بما تستطيع، وهذا يشارك وهذه تشارك، وأن وجد من يشارك من يستطيع أن يقوم بسقف المسجد وحده، فأقول له جزاك الله عن إخوانك خير الجزاء. هذا مكان بخصوص مسجد أو جامع البيت المعمور. ننتقل إلى حالة أخرى توفدت إلى جمعية رعاية المعاقين فذهبنا إليها. أم مباركة، أمي وأمك الحاجة عزيزة، ما التي تحتاجه من أهل الخير وإيه اللي بتطلبه من أهل الخير؟ هذا ما سوف نشاهده عبر هذا التقرير، ولنا عودة بفضل الله الملك القدير. منين؟ من العزاز. مركز ايه؟ مركز نقطة الصلحية، مركز فبوز. محافظة؟ محافظة فبوز، محافظة الشرقية. محافظة الشرقية. اه. طيب حاجة، انت عايشة ازاي في المكان ده؟ نعم. انت عايشة ازاي في المكان ده؟ والله زي ما انت شايف كده، وبعد اللي عايش 300 جنيه ما بيجيبوا لي قطر العناية، يجيبوا لي حاجة الا مطروح. ومش وياي حد الا رابطة، زي ما تقشت وشفتك حولي هاي. اقسم بالله ما في حد وياي الا رابطة. وانت مع سيدي ما انا قادر اجيب نفسي، مش قادره والله، والله العظيم ما قادر اجيبها ولا اجيب شقاق، ولا قادر اجيب اي حاجه. ربنا يفديك يا رب من شر الامراض يا رب، يا رب من شر الامراض يا رب. طيب انت عايشه على الموسع الناس يا رب. عايشه في المكان ده ازاي يا حاج؟ والله عايشه فيه بالعافيه كده، مش عارف عايشه فيه بالعافيه كده، هعمل ايه؟ تاكل وتشرب ازاي وتنام ازاي؟ بجيب لي سندوتش فول، اجيب لي حبه فول ورغيف العيش، واكل رغيف، ومش قادر عشان عندي السكر والضغط، مش باكل حاجه غير كده، هعمل ايه؟ والله العظيم. لكن ما فيش سرير، ما فيش دولاب، مش في، زي ما انت شايف حضرتك اهو، زي ما حضرتك بحط قفصين على بعضهم وكراتين عليهم وانام عليهم. يا ما بيت عند اختي ولا عيان. بتحط قفصين فوق بعض؟ اه. وبتنام؟ تلت قفص كده واعملهم زي سرير وانام عليهم، هعمل ايه؟ مش في حاجه، مش معايا، مش معايا اجيب، والله ما معايا، مش معايا اي حاجه اجيب، حتى حصير انام عليه. البيت ده فيه، في تقولي فيه تعابين وفي حاجات؟ اه، العرش قديم، العرش قديم خالص، فيه فيران وفيه تعابين، والله اتعبت كده. شفت تعابين فيه قبل كده هنا؟ اه، قتلنا منهم اتنين كبار كده في الصيف. انت عايشه لوحدك في البيت ده يا حاجه؟ اه. مفيش حد معاكي؟ مش في الا ربنا سبحانه وتعالى، والله ما في الا ابويا يا رب، الا ربنا سبحانه وتعالى. يعني عايشه لوحدي؟ اه، مش معايا، انت شايف حتى النطور بايظ، وبجيب ميه من بره، مش عندي حتى من ميه، البيت فاضي، مش في صرف حاجه. ما عاد ميا اقول لبنت الحلال لا بتملي لي قد الله، لا بدي بنت حاجه، اهلي بعطف علي، بعطف علي، بقعد هعمل ايه؟ العيشه كده. ايه تتمني من ربنا يا حاج؟ نعم. تتمني ايه من ربنا؟ بتمنى الصحه والعافيه بس، ورضا الناس علي. والله ما بتمنى ان ربنا الا رضا الناس علي، واللي رضا ربنا الاول، واللي يتمنى بس يحن علي بس. نفسك في ايه؟ نمت في حته نظيفه، والواحد يقعد في حته مكان نظيف كده، حتى يعني لو ما قدر الله قبل مش كريم، يبقى المكان نظيف والله كده. المكان ده بتاعك انت يا حاج؟ حتى السرير نظيفه، اي حاجه نظيفه الواحد يقعد فيها، عشان مش قادر والله ما انا قادر، وحياتي اللي بفرحك ما انا قادر اخلص، ولا قادر اعمل اي حاجه، والله ما انتش امسك المعنى يا بيبي. معلش مش في والله حاجه خالص، اكافل على الله، بشتغل باليومين، واليوم مش بقدر اروح وما قادر. طب انت بتشتغلي ايه يا حاج؟ يعني انت صحتك؟ بقعد على بوابه كده، بقعد قدام بوابه كده، وما بدوني، مش بدوني 20 جنيه في اليوم، مش بيجيبوا لي حاجه، ودواء القطر في غالي، ودواء القطر بدي اعمل عمليه في عينيا، فعلى ميه مش لاقي، واعمل ايه؟ والله لا اوريك الهرج، والله الهرج مقطع جسمه. طبعا مكان زي ده مش نظيف، يعني اكيد في حشرات، اكيد في حشرات كتير، وفي فرقان، وفي مش في مش مكان نظيف، اعمل ايه؟ دي الغساله بتاعتك اللي جوه؟ دي غسالتك الغساله؟ اه. عايزه تصليح جوه، يعني هي دي كل اغراضك؟ اه، حضرتك مليانه هدوم، بس عايزه تصليحها، عايزه اصلحها.
لما اقول ما تفرج علي اصلحها مش فيه. والله العظيم ما العذاب، والله العظيم ما العذاب. انا مش عطيت حاجه من حد ولا يروح لحد، والله العظيم ما انا عايز احتاج حاجه من حد ولا من اي، ولا عايز احتاج حاجه من حد، بحد من بيتي، انما ايدي مش طايق. يعني لو ربنا كرمك بواحد كده بنالك، حتى لو اوضتين وصاله بنضاف كده كويسين، تقولي له ايه؟ ده رضا، والله اتقل من قلب ربنا. يعني اذا كانت حسنات يا رب، يا رب خلي الاولاد، يا رب يفتحها عليه، يا رب يفرج عليه، يا رب يا رب يكفي شر الامراض، يا رب يفديه بكرم حضرة النبي يا رب. ان شاء الله. يا رب يكفي شر المرض يا رب، ويساعد بالصحة والعافية اللي ساعد نفر حزين زي كده. مالكيش حد خلاص يا حاجة بعد ربنا خلاص قريب هنا؟ ربنا يفديه، ربنا يفديه. ربنا يفديه يا رب. ربنا كتر عليه الخير في شر الامراض يا رب، يا رب وزعها على موزع الناس يا رب، يا رب النبي توزعها على موزع الناس يا رب. يا رب ان شاء الله الناس ربنا يسترها معاها في الدنيا وفي الاخره يا رب. ان شاء الله يا حاج. يا رب يسترها معاها في الدنيا وفي الاخره، يستر على الناس يا رب. اهل الخير ان شاء الله يشوفوك باذن الله، يساعدوك ان شاء الله. يا رب ربنا كتر يا رب، يجعل زكاه حسناتكم يا رب. يا رب يخليكم، ما يحرمنا منكم ابدا يا رب. لا يفديك، لا يكفيك شر الامراض، لا يوزعها عليكم كمان وكمان يا رب. الله يفديك. شكرا. بارك الله فيكم يا ابو. شكرا. بارك الله فيكم. شكرا. عود حميد مجيد ايها الاحباب الكرام، بعدما راينا هذه المعاناه من مكان الحاله. هذه الحاجه عزيزه ام للجميع. شوفها خلنا الست دي كيف تعيش في مكان لا يصلح للاستخدام الآدمي، لا يليق بإنسان مكرم من عند الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان كرمه الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان شرفه الله تبارك وتعالى على سائر المخلوقات الأخرى، فكيف يهان بهذا المشهد الذي رأيتموه؟ تعيش في مكان لا يصلح أصلا إن مثلا يعني يربي فيه أحدنا بعض الطيور أو ما كان على شاكلة ذلك. فيا رب سخر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يقف بجانب هذه الأم المباركة. حجة عزيزة أمنا جميعا تنام لوحدها في هذا المكان الذي يمتلئ بالحشرات والفئران والثعابين وما كان على شاكلة ذلك. شوف أخوانا، من بالله عليكم يقدر يعيش في المكان ده، في هذا الكهف، بل في هذا الكوخ اللي مسقوف بقش الأرز وبعض الأخشاب، البيت اللي مليان بالتعابين والفئران والمليء بالحشرات. الحاجة عزيزة بتقول بتتقاضى في الشهر 500 جنيه، 500 جنيه هتنفق على نفسها علاج وطعام وشراب ازاي؟ 500 جنيه يعملوا لي ايه في مثل هذه الآونة التي نعيش فيها؟ فاحنا عايزين نكرم الأم دي، هذه الأم أمنا جميعا، أمي وأمك. لا ترضى لهذه الأم المباركة أن تكون في مكان مثل هذا، فقفوا بجانبها بالله عليكم. شوفوا أخوانا منظر البيت من الخارج عامل إزاي. يعني ده البيت من الخارج، ريت نقف هنا لحظة، موجود يعني البيت يعني بالطين، البيت من الخارج مبني بالطين كما ترون، وبقش الأرز في أعلى المنزل هكذا بفضل تبارك تعالى. من أراد أن يذهب لهذه الأم فلا بأس بذلك، نحن نرحب بهذا. عايزين بس ناس من أهل الخير نتكاتف إن شاء الله تبارك وتعالى ونتعاون إن احنا نبني لها بيت متواضع. عايزين بس بيت متواضع الأم دي تسكن فيه بدل من الكوخ اللي هي ساكنة فيه الآن. هذه الأم تنام على يعني سبحان الله أقفاص الخضار، بتجيب أقفاص الخضار وبتجمعها وتنام عليها سبحان الله، في وقت ينعم فيه الكثير في الدور وفي القصور وما كان على شاكلة ذلك. فيا رب سخر من أمة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. الخير موجود إن شاء الله في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لا ينقطع أبدا بفضل تبارك تعالى. يا رب سخر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يتكفل بهذه الأم. شارك على قدر استطاعتك، إما في المسجد إما في حالة
أمنا الغالية الحجة عزيزة، هذه الأم المباركة التي تنام على أقفاص الخضار بين العقارب والثعابين والفئران والحشرات في هذا البيت المسقوف بقش الأرز، تتساقط عليها مياه الأمطار وتنام على أقفاص الخضار. عايزين نبني لها بيت متواضع، مش عايزين نبني لها فيلا ولا قصر ولا شقة ما شاء الله، لا، بيت متواضع حتى لا نشق على حضراتكم، لو مكون من حجرة ودورة مياه ومطبخ أو صالة، حاجات يعني تصلح للمعيشة فقط. فشاركوا بقدر ما ييسر الله جل جلاله عليكم. ننتقل إلى البند الآخر اللي معنا في حلقة اليوم، مسجد آخر، مسجد السلام، قرية لسا الجمالية، مركز ومدينة الجمالية، محافظة الدقهلية. المسجد على مساحة 300 متر، المسجد ما شاء الله مبني والناس بتصلي فيه، وما شاء الله على أكمل وجه وعلى أحسن حال وهيئة، وما شاء الله في خطبة الجمعة وفي كثير من الصلوات يكتظ بالسكان، يكتظ بالمصلين عفوا، يمتلئ عن بكرة أبيه بفضل تبارك تعالى. وهذا رأيته بعيني لما ذهبت إليه في خطبة جمعة، ما شاء الله كان المسجد يمتلئ عن بكرة أبيه. المسجد ما شاء الله محتاج للواجهة بتاعته بس، محتاجين الواجهة اللي حضرتكم بتشوفها لتشطيب أعمال الواجهة، وشيء آخر وهو الأهم والأساسي بفضل الله تبارك وتعالى اللي هي الفرشة. دي الواجهة بتاع المسجد، عايزين نشطبها إن شاء الله ونتمها على خير. وده المسجد يا أخوان، تخيلوا إخوانكم بيصلوا في المسجد على هذا المشهد الذي تشاهدونه وترونه بفضل الله تبارك وتعالى. المسجد مفروش لكن صف واتنين قدام فقط، وباقي المسجد زي ما حضراتكم بتشوفهم وبتتابعهم بفضل الله تبارك وتعالى. حضراتكم بتشوفوا الآن المسجد، مسجد السلام بفضل الله تبارك وتعالى. شوفوا ده بيت ربنا تبارك وتعالى، لما يكون منظر المسجد شكله كده والناس بتصلي، عاملين خطوط على الأرض على البلاط، حضراتكم بتشوفوا بتتابعوا الوقت، وده صف أو اتنين في المسجد من الأمام هم اللي مفروشين، وباقي المسجد زي ما حضراتكم شفتم الناس متخذين، سبحان الله، متخذين خطوط على الأرض وبيصلم على هذه الحالة التي ترون. فإحنا نناشد أهل الخير بفضل تبارك تعالى، عايزين سجاد فرشة للمسجد، سجاد نفرش به المسجد، مسجد السلام اللي مساحته 300 متر. مين يا ترى من أهل الخير اللي هيبشرنا الآن ونحن على الهواء مباشرة بفضل تبارك تعالى، هيبشرنا بكفالة مسجد السلام؟ طب أنا ما أقدرش ومعايا مبلغ بسيط وعايز أشارك، بتمنع عليا ليه؟ يعني أنا ما أقدرش إن أنا أشارك بالمسجد ككل أو بفرشة المسجد كاملة أو بتشطيب المسجد ببعض التشطيبات اللي في واجهة المسجد أو في مدخل المسجد، ما أقدرش. أقول شارك أخي الكريم وأختي في الله بقدر ما ييسر الله جل جلاله عليك، فرب درهم سبق 100 درهم بفضل تبارك تعالى، جنيه واحد يسبق 100 جنيه، بل يسبق 1000 جنيه، بل ملايين بفضل الله تبارك تعالى. شريطة أن يكون العمل خالصا لله جل جلاله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذين الشرطين الذي اشترط العلماء لقبول العمل لكي يصح ويؤجر عليه فاعله، أن يخلص فيه وأن يجرد نيته لله جل جلاله وأن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسجد السلام للمرة الأخيرة، عايزين إن شاء الله تكون آخر مرة بنعرض فيها مسجد السلام يا أخوانا اللي محتاج لفرشة المسجد، بقدر مما ييسر الله جل جلاله عليكم بفضل الله تبارك تعالى. ده مسجد السلام بفضل الله تبارك تعالى. معنا حالة أخرى في نهاية هذه الحلقة المباركة، حالة أخونا أحمد عمار، حالة أخونا أحمد عمار. ولكن قبل ما نخرج لحالة أخونا أحمد عمار، ما ننساش مسجد السلام يا أخوان، ولا ننسى حالة أمنا الغالية الحجة عزيزة، ولا جامع البيت المعمور، ولا متطلبات الجمعية اللي هنراجعها مع حضراتكم في آخر الحلقة. هنطلع نشوف حالة أخونا أحمد عمار ونرجع لحضراتكم مرة تانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك؟ أحمد محمد محمد أنور عمار. أحمد عمار،
أحمد أنت منين؟ من الصالحات القديمة مركز فوز الشرقية. أهلا وسهلا أحمد، قولنا كده أنت متجوز؟ لا والله ما اتجوزتش، كنت هتجوز وبعدين الحادثة ديت خدت الورقة واللي قدامي. أنت عندك كام سنة أول؟ عندي 29 سنة. 29 سنة ولسه متجوز؟ لسه ما اتجوزتش. اللي أنت فيه ده كان حادث؟ كان حادث جبت تروسيكل من شركة مشروعي، ما قعدتش عندي 35 يوم جبته على أبيض، وبعدين كنت شغال بيه في الأسواق وكده، حصل الحادث، نقلونا على مستشفى جامعة الزقازيق على دكتور أوعية دموية، وعملت أكتر من 150 عملية، أطلع فوق وأنزل تحت، عملت أكتر من 150 عملية، جي في الآخر خالص قال له مش هتجيب دم، قال له ولا مش هتجيب دم، خد ابنك يلا وتوكل على الله، بعد ما طبعا الفلوس خلصت، قال له وين مش كنت هتجيب فلوس للدم، خد ابنك يلا وتوكل على الله، وما تجيبش فلوس للبلازما، خد بقى خد ابنك يلا وتوكل على الله، يلا من هنا جامعة الزقازيق قسم الحوادث، ابويا اتصرف اهل الخير يجوا جابوا الدم، بعدين خلوني جراحين خلوني، وبعدين طلعوني من الجامعة في رمضان، كان فاضل قبل العيد الكبير كان فاضل يوم، وجراحين مطلعيني، بعد ما طلعوني رحت للدكتور محمد غيس حولني تاني على الجامعة، فضل يديني في جوابات مضروبة، لحديت لما اجى محمد غيس قال هنعمل لك العملية، عمل العملية ضغط رجلي قصرها 7 سنتي. وبعدين دني لحديت لما العظم بتاع رجلي سمس، انا بعد التعب ده كله وبعد القلب ده كله قطع رجلي، انا كنت من احسن الناس، كنت بمشي وكنت بجيب والله العظيم 3 انا لو معايا مالي طالع، والله لو معايا مالي طالع. يعني انت لو معاك السلامه كنت زرت في البرنامج ده؟ قسما بالله مالي طالع ولا عايز اطلع، والله العظيم من الطالع ولا عايز اطلع، والدتي ست كبيرة وابويا راجل كبير، بكتب لي قرش انت بجيب شريط واحد من كل نوع. انت دخلك منين يا احمد؟ من الله سبحانه وتعالى. تاخدش معاش ولا حاجة؟ يعطف عليا يوم الدين، واحد بيجي يعطف عليا يوم الدين، اروح الجامع بروح كل يوم حد عربية بتاخد مني 500 جنيه من الصالحية لحد الجامعة، مش بيجي تعرف اعمل ايه، ولا عارف اتعالج ولا عارف اكل ولا عارف اشرب، تعبان ما بنامش من الالم، والله ما بنام من الالم، والله الاحسن من الدنيا كلها ما بنام من الالم، ليل نهار ونهار ليل. أنا عندي أخت وجوازنا قبل الحادث. أحمد أنت كنت سليم، كنت حاسس بإيه؟ كنت وضعك إزاي؟ والله كان واضح حلو، كنت عايز أتجوز، أجيب ستة تساعد أمي في البيت. لكن الحمد لله. اللهم لا اعتراض ولا مانع في حكمك يا الله. عليا ديون أكثر من 50,000 جنيه، رئيس صاحب البيت قال لي هتدفع يا تمشي توكل على الله. أنت مأجر ولا إيه؟ قاعد من الايجار، راي العمل اللي قبض الشؤون اقسم بالله العلي العظيم خد مني 200 جنيه ولسه ما جابنيش بقاله سنه، والله اكتر من سنه قال لي هساعدك، وده شايل لي اجره العربيه من شؤون الصالحيه لحد البيت، انت المشكله احمل عندك ايه؟ مشكله في الديون اللي عليها، عايز اعمل عمليه، مطلوب مني عمليه ب 25,000 جنيه، وفي الجامعه بقول لك المفروض كنت عملتها من شهر، من شهر المفروض كنت عملتها، لكن الحمد لله. يعني انت مديون اساسا في ثمن العمليات اللي فاتت؟ مديون في مصاريف العمليات، لو عايز امبول خيط بتطلع تشتري من بره، كاس جلوكوز تطلع تشتريها من برا، اقسم بالله العلي العظيم هو ده الدواء. عود حميد ايها الاخوه الكرام، بعدما شاهدنا حاله اخونا احمد عمار
اللي حدث له وقدر له حادث يعني حادث شديد نتج عنه كسر حاد في الشق اليسرى مع قطع وتهتك في الأوعية الدموية. يعني أجرى أخونا أحمد عمليات كثيرة جدا 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 ولكن كلها باءت بالفشل. يعني عايزين بفضل تبارك تعالى عشان وقت الحلقة الإخوة يخبروني إن اقترب بفضل تبارك تعالى. أخونا أحمد عنده عملية بحوالي 25 ألف جنيه مطلوبة نهاردة قبل الغد، نهاردة قبل بكرة زي ما بنقول، وكان سبق له عليه دين 50 ألف جنيه لما كان يتداين ويستلف من الناس، يعني عليه أكثر من 50 ألف جنيه الوقت بفضل تبارك تعالى. فعايزين نساعد أخونا أحمد اللي يقدر يساعده في العملية جزا الله خير، اللي يقدر يساعده بالدين جزا الله كل خير، اللي يقدر يشارك بجزء بسيط أي شيء ربنا تبارك تعالى يقدرك عليه للوقوف بجانب أخونا أحمد اللي نفسه النهاردة يعمل عملية النهاردة قبل بكرة قبل ما حالته تزداد سوء بفضل الله تبارك تعالى. اتكلمنا عن النهاردة عن مشمعات وبطاطين اللي بتحتاجها الجمعية، يريد حضراتكم ما تنسوهاش. اتكلمنا عن جامع البيت المعمور، يريد برضو حضراتكم ما تنسوش مسجد البيت المعمور اللي محتاج صبة بفضل الله تبارك تعالى. اتكلمنا عن حالة أمنا الحاجة عزيزة اللي محتاجة يعني مكان متواضع تسكن فيه. تكلمنا عن مسجد السلام اللي محتاج سجاد، اللي محتاج فرشة الناس تصلي عليها، زائد بعض التشطيبات القليلة اللي في مقدمة ومدخل المسجد. تكلمنا عن حالة أخونا أحمد عمار اللي محتاج لعملية بمقدار 25 ألف جنيه وعليه دين أكثر من 50 ألف جنيه، يتقطع كل ليلة كل يوم أخونا أحمد من شدة الألم، فاحنا عايزين نلحق أخونا أحمد بالعملية إن شاء الله. ياريت تكون في أخبار حلوة كويسة طيبة مباركة وصلت إلى الكنترول الآن بفضل الله الواحد المنان. انتهى وقت الحلقة على خير، أسأل الله جل جلاله أن نلتقي دائما على طاعته، اللهم أمين يا رب العالمين. وحتى يضمنا لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.